بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. المجلس 73 بعد 200، الباب 95، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. للأسف عادة الناس أول ما يجيله خبر وحش يسارع بنشره، وما يجيله خبر جميل حلو يفرح يقول بقى أقول له بكرة لما أقبله، مش مهم دلوقتي. ودي عادة سخيفة جدا. المفروض الخبر المحزن أجل إخبار إيه أخوك بيه، أجله، والخبر المفرح هو اللي تعجل. لكن أول ما يموت واحد قال له أبوك مات، لكن لو أبوه مثلا جاي له من السفر وجايب له هدية يقول لك أما قابله بكرة بقى على التراخي كده، فاهم؟ فدي بقى مشكلة كبيرة موجودة بالذات، مش عارف ايه في المصريين. اصل انا مصري عايش معاهم طول عمري ما سبتهمش. هل انتوا عندكم كده برضو في ماليزيا واندونيسيا برضو الحكاية دي؟ يبقى دي في البشر كلها يعني، انا فاكرها في المصريين بس يا اخي. لا، المفروض ان الانسان يعالج هذه الازمة. ليه؟ لان اللي بيبشر المسلم ويدخل السرور على قلبه بيبقى ايه؟ من اهل الجنة. فانت لما تعرف خبر حلو خليك انت اول واحد تدقيه توصله لفلان، يبقى ادخلت السرور على قلب مسلم، يدخلك الجنة على الحتة دي. لان من ضمن الخصال الموجبة للجنة ايه؟ ادخال السرور على قلب المسلم. يبقى معناه الخصال الموجبة للنار ايه؟ ادخال الحزن على قلب المسلم. فهمت ولا لا؟ لكن الناس حريصة قوي على خصلة ايه اللي هي ايه؟ اللي توديك النار، حريص قوي عليه، تنكد على اهل النار وتنكد على المسلمين. يا سلام، مشكلة. فربنا ينجينا يا سيدي. فاحنا عايزين نبقى اهل ايه؟ بشارة مش اهل ايه؟ نظارة. اهل فرح مش اهل نكد. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادة الذين يستمعون القول فيتبعون. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يا سلام على منه دي، تهز قلبك. رحمة منه، يا على منه دي، والله بتخلي الواحد قلبه يدوب. حاجة من الله كده يعني بلا وسائط، دي منه كأنه خدك في حضنه. يا خبر ابدا على كلمة منه دي. يعني ممكن يبشرك برحمة عن طريق ملك ويبعت لك مراسيل، صح ولا لا؟ ده منه مباشرة. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ وزيادة الرعاية والعناية، فاهم؟ يقول لك لا، ده انا هكلمه بنفسي، مش هبعت له حد. فهمت بقى ازاي؟ هي دي بقى الجمال كله. يا الله يا كريم. يعني في حروف في القرآن كده تيجي تقراها في وسط الآية تهزك لما تكون بتفهم اللغة، لكن لو ما تفهمش اللغة هتهز ايه يا عم؟ ما هو مش فاهم، هو مبلم. فهمت؟ عمرك ما هتتهز لما تفهم اللغة، والله بكلمك القرآن كده. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، اللي هو سيدنا إسماعيل غلام حليم، وسيدنا إسحاق
غلام عليم. يبقى وصف اسماعيل بالحليم ووصف اسحاق بالعليم. فبشرناه بغلام عليم لهناك في سورة ايه؟ في سورة الزريات. يبقى ده بيتكلم على اسحاق. لكن بغلام حليم في الصفات ده بيتكلم على اسماعيل. فهمت؟ خد بالك من دقة القرآن والألفاظ الجميلة. يبقى اسماعيل الحليم واسحاق العليم. وعشان كده يا اخي سبحان الله سورة يوسف، لان سيدنا يوسف ده جده مين؟ سيدنا اسحاق. تلاقي كتير قوي فيها عليم حكيم، انه عليم حكيم، كأن الله تجلى على اسحاق وذريته بالعلم والحكمة. فهمت ازاي؟ فتلاقي سورة يوسف تلاقي ايه؟ ما يجيبش حكيم عليم، لا، لك عليم حكيم، عليم حكيم، متكررة كتير قوي في سورة يوسف. يبقى مظاهر فضل الله على يوسف ويعقوب وإسحاق مستمرة، العلم مع الحكمة، يعني العلم مع النبوة. فالحكمة هي النبوة والعلم، دي المظهر العالي. كل الأنبياء فيهم كل حاجة من كل حاجة، لكن ده المظهر الظاهر قوي فيهم. فهم؟ عليم حكيم. وعشان كده ربنا جابهم من البدو والبادية بالعلم والحكمة. لولا علم سيدنا يوسف بالتأويل ما كانش خرج من السجن، ولا بقى ايه ريس كبير في مصر ويجيب اهله من البادية وايه ويدخلهم القصور بعد ما كانوا عايشين في الخيام. فهمت ازاي؟ جاب بالعلم والحكم. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. والآيات في الباب كثيرة معلومة، اللي هي فيها البشارات دي كتيرة بقى، ودلك بعض الأمثلة يعني. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة في الصحيح، منها أربعة أحاديث هجيبهم لك. الحديث الأول وهو العاشر بعد السبعمائة عن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأكونن معه يومي هذا. يعني توضأ بيته خارج، قال أنا النهاردة هفضل ورا النبي طول اليوم كده أخدمه لحد ما يرجع بيته. نظر نفسه كده للنبي من غير ما النبي يكلفه، بيحبوا النبي يا أخي. أمة النبي دي علاقتها بالنبي علاقة غريبة خاصة، ما فيش أمة حبت نبيها ومدحت نبيها. هات لي بيت شعر واحد يهودي قاله في مدح سيدنا موسى، ولا واحد. هات لي كده اي حد كده مدح نبي من الانبياء من الامم السابقه، ما نعرفش. لكن امه النبي تلهج بمديح النبي ليل نهار، علاقه خاصه كده بنبيها مش موجوده في اي امه اخرى. فهم؟ فبيقول ايه؟ لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا، يعني في خدمته يعني. فجاء المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح المسجد يسأل، لأن بيت النبي كان يفتح في المسجد، فهم؟ بيوت النبي كلها كانت تفتح على المسجد. فراح المسجد يسأل، لأن لو النبي خرج هيخرج هيمر من داخل المسجد، فالناس تعرف أنه خرج. اللي قاعدين في المسجد ما شافوش خرج، يبقى النبي في بيته، فهو عايز يعرف النبي فين. فهمت؟
فجاء المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجهها هنا، مشي في الاتجاه ده. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. في بئر هناك اسمه بئر أريس، إيه النبي كان يحب يجلس فيه يتوضأ يقضي حاجته بجواره ثم يتوضأ ويغتسل كده يعني. فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه. لا ما فيش الزيادة دي عندي. أنت عندك بئر أريس وبابها إيه من جريد؟ عند الباب وبابها من جريد. فجلست عند الباب وبابها من جريد. في حد عنده كده يا جماعة؟ ها؟ يبقى بعض النسخ بقى، لكن إحنا النسخة المعتمدة بتاعتنا ما وصفش إيه الباب، قال لك فجلست عند الباب وخلاص. حتى قضى، وفي الشرح ما قالش من جريد برضو ولا حاجة. فيبدو إن هي إيه نسخة زيادة يعني. فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها. عارف قف البئر اللي هو إيه؟ اللي هو الدرجة اللي بتبقى محطوطة على حافة البئر تجلس عليه، سموها قف البئر، فهمت؟ وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم. لما لقى النبي قاعد كده ايه واخد راحته، قال انا مش هدخل الى حد الا بالاذن عشان النبي ياخد راحته، ندل رجله بيغسلها بيعملها براحته وكشف ساقه. فقال انا هقعد على الباب مش هدخل حد الا بالاذن عشان النبي قاعد ايه في حالة ايه يمكن ايه ما يحبش الناس ايه تشوفه في الحالة دي. فقلت لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه. سألنا أبو بكر برضو إيه، راح سأل النبي راح فين، قالوا كده، فراح برضو يسلم. كله بيخرج عايز يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا، فقال أبو بكر. فقلت على رسلك استنى. ثم ذهبت سكرتارية بقى، واخد بالك، عمل سكرتير. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. سيدنا أبو بكر لما رأى النبي عامل كده ما رضاش يقعد بعيد، لحسن إيه يجعل النبي يتعجل ويشيل بقى رجليه وينشفها وبعدين يقعد معاه. فقال إيه، فراح عامل زي النبي علشان إن إيه يخلي النبي زي ما هو في الحالة اللي هو قاعد مستريح فيه. ودي من لطائف الصحابة اللطيفة في إيه في المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقعد بعيد شوية لحد ما النبي يخلص، يقوم النبي يتعجل علشان يقعد معاه ويبقى ما خدش إيه الحظ اللي هو كان عايزه. فهو ايه علشان ايه يسيب النبي يبقى راحته راح عامل زيه، فهمت؟ بعد ما سيدنا ابو بكر عمل كده وقعد، ابو موسى عمل ايه؟ ثم رجعت وجلست عند الباب بقى وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني. كان اخوه بيتوضا وقال له انا حاجه الحقك اقعد معاك نخدم النبي النهارده. فقلت ادم كل واحد بيجي الوقت النبي يقول له بشره بالجنه، قلت يا رب اخويا يجي بقى ياخد له حظه ونفسه بقى. فقلت ان يرد الله بفلان يريد اخاه خيرا ياتي به. فاذا انسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت هذا عمر يستاذن، فقال اذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، عمل برضه ايه زي النبي وسيدنا أبو بكر.
ثم رجعت فجلست فقلت إن يري الله بفلان خير يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال إذا له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، يعني المكان اللي قعد عليه النبي وسيدنا أبو بكر خلاص اتملأ، فراح قعد قدامهم. فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، لأن برضو في القبور سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بجوار النبي وسيدنا عثمان إيه في البقيع هناك في آخر البقيع، كأنه أول المنظر ده. بعد كده لما دفنوا دول دفنوا بجوار النبي والتاني دفن في مكان إيه في وجاه النبي بعيد ناحية البقيع، فاهم؟ قال شريك فقال سعيد بن المسيب. قال إيه؟ شريك. 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 آه ولا شريك؟ شريك. آه. شريك. شريك. آه. فقال سعيد بن المسيب. احنا قال لنا على طول قال سعيد بن المسيب، يبدو الروايه بتاعتنا على اختصار ذكر الروايه. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في روايه وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفي ان عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان على المصيبه. يعني نقرا الشرح. باب استحباب التبشير أي الإخبار بما يسر المخبر. سمي بذلك لما يبدو على بشرة المخبر من الحبور والسرور. مش الإنسان ده بشر؟ يعني بشر يعني إيه؟ ليه بشرة، وربنا سماه بشر بأجمل ما فيه، لأن عارف لولا البشرة دي ما كناش هنبقى جمال أبدا. كنتش يتفرج على واحد محروق بشرته اتحرقت بيبقى شكله مشوه قد إيه، فهمت؟ وبالتالي جمال الإنسان في بشرته، عشان كده قال بشرا سوية يعني جميل، جميل كامل الأعضاء وجميل الصورة. كلمة بشر جميل الصورة، وسويا يعني كامل الأعضاء، فهمت بقى إزاي؟ يبقى البشر. فبيقول لك التبشير جاية من البشرة، لأن الإنسان لما يسمع خبر يسره يبان على أسارير وجهه، فهمت إزاي؟ فبشرته تتغير، واخد بقى. فسمي التبشير إيه؟ بناء على أن أثره يظهر على البشرة، فهمت؟ وسمي بذلك لما يبدو على بشرة المخبر من الحبور والسرور. والتهنئة بالخير دون بالخير ذلك لما فيه من التواد والتحاب. حد إنسان يقدر يعيش من غير قلب؟ ما يقدرش، يموت على طول. طب من غير كبد؟ يموت. طيب من غير كليتين؟ يموت برضو. طب ومن غير بشرة؟ يموت برضو، يموت برضه، لأن كل سوائل جسمه هتتبخر، يجيله جفاف ويموت. شفت قد إيه؟ فالبشرة ضرورية لحياة الإنسان، فهمت؟ عشان كده كتير من المحروقين أما يتحرق نسبة الحرق 80% تلاقيه مات في يومين، يومين ومات. جاي لك بيصوت يصوت يصوت وبعد يومين يموت، مات ليه؟ ما هو كان عايش، لأن 80% من بشرته اتحرقت، فأصبح ينشع سوائل جسمه كلها تنشع 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 تنشع، مهما عوضته بمحاليل بيموتوا برضه، فهمت بقى ازاي؟ فايه الجلد ده عضو ضروري جدا للانسان، ضروري للحياه وضروري كمان لجماله، فهمت بقى؟ فالحمد لله نعم لا تعد ولا تحصى، الناس مش واخده بالها. قال الله تعالى فبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فبشر عبادي المشرفون بشرف نسبة العبودية إلي، وقول الذين يستمعون القول أي القرآن فيتبعون أحسنه، كالعفو عن نصف الصداق المخير الزوج بينه وبين أخذه، وكالعفو عن المعسر المخير الدائن بينه وبين إنذار المدين. وحذف المبشر به ليعم ويذهب الوهم كل مذهب. وانا افضل من كلمه الوهم خليه يقول الخيال،
لأن تملي الوهم لما لا يحدث وليس له واقع، فهمت؟ لكن بشارة الله هيكون لها واقع حقيقي، فكان حقه يقول الخيال بدل الوهم، كان أفضل كده يعني. وكان قصده الهم؟ لا، ويذهب الوهم كل مذهب، يعني وهم الإنسان يعني يبتدي بقى إيه يفكر يفكر، بس ساعات يستعملوا الوهم بمعنى الخيال، ولكن أنت بتتوهم أشياء، يعني إيه؟ يعني بتتخيل أشياء، فالوهم هنا بمعنى التخيل، فهمت؟ فالأفضل كان إيه؟ يقول ويذهب الخيال كل مذهب، وعالم الخيال ده أوسع عالم خلقه الله. وفضل الله أعلى وأوعب، وقال تعالى يبشرهم ربهم، لا يخفي لطافة، لا يخفى لطافة التعبير به، أي الذي رباهم بسابق عنايته بهم حتى أوصلهم لما سبق لهم في علمه برحمة تن. يا ده التنوين ده للتعظيم قوي، يقول لك تنوين للتعظيم، يعني برحمة عظيمة جليلة واسعة شاملة سابغة كاملة شافية، وهكذا بقى حط لها بقى ايه، شيل ايه ووصف بقى 100 وصف، فاهم؟ كل ده وصفرها بايه؟ بتندي تتنتن، يبقى معنى يعني يسموه ايه؟ تنوين العوض، تنوين العوض عن صفة محذوفة تقدرها زي ما انت عايز بقى، فهمت؟ برحمة عظيمة جليلة كما يؤذن به قوله منه، فإن الذي من العظيم عظيم، ورضوان وهي كواسطة العقد، قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر، فناسب توصيته بين قلائد الصلات وجنات، والتنوين برضو فيه كهو في رحمة يعني للتعظيم برضو، وإيه ولبيان جلالة وعظمة وجمال الجنة، وقوله لهم فيها نعيم مقيم، جملة اسمية في محل الصفة لها، وأحد الظرفين خبر مقدم للاهتمام والثاني في محل الحال، وقال تعالى حكاية عن تبشير الملائكة لخواص المؤمنين يوم القيامة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي على لسان أنبيائكم، وقال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، الأكثر أنه إسماعيل وقيل إسحاق، وتكتب كده ملاحظة إسماعيل هو الحليم وإسحاق هو العليم، تكتب الملاحظة دي مهمة. وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا أي الملائكة إبراهيم بالبشرى ببشارة الولد، وبه يظهر حكمة قران الكلمة لما الكلمة لها بما قبلها أو بشارة بهلاك قوم لوط. وقال تعالى وامرأته أي سارة امرأة إبراهيم قائمة أي وراء الستر أو قائمة بخدمة الضيف، فضحكت سرورا بالأمن أو تعجبا وقالت عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة وهم لا يأكلون طعاما، وتعجبا من خوف إبراهيم من رجال قلائل وهو بين خدمه وحشمه، أو ضحكت بمعنى حاضت، وده الراجح لأن إيه ستنا سارة كانت 90 سنة، يعني معناه انقطع طمسها بقى لها سنين وبعدين هتحمل. طب تحمل ازاي وهي منقطعه الطمس؟ يوم ايه لما جت لها البشاره جالها الحيض، يعني معناه ايه؟ اصبحت صالحه لان ايه؟ لان تحمل. فالحيض علامه ايه؟ التبويض بتاع المبيض، ما هو المبيض مش هيبيض عند المراه الا لو كان بيجي لها ايه؟ حيض. فهمت بقى ازاي؟ فكانها ضحكت يعني حاضت حتى تصير صالحه للحمل. فإن الضحك من أسماء الحيض العشرة التي نظمتها في قولي، الحيض ليه أسماء عشرة في لغة العرب، بسطها الشيخ ابن علان في إيه في بيتين شعر، قال إيه للحيض عشرة أسماء لنا وردت، طمس طمث بالسين والثاء، أدي كلمتين طمس وطمث، طمس وطمث وإعصار وإكبار، أدي أربع أسماءه، ضحك دراس عراك، بقوم سبعه،
بعد ذاك أتى حيض نفاس فراك. وادي التلاتة مع السبع بعشرة، حيض ونفاس وفراك. ثم يا جار، ثم يا جار يعني ايه؟ ولا تم؟ كان حقها تبقى تم، لكن يعني ثم، يعني ثم يا جار. ثم، طيب لو انا بكتب البيت الشعر اللي كنت هكتبها تم، لو انا اللي هكتبه، لكن انا ما بكتبش. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته أي زكريا الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الجملة حال من مفعول نادى، والظرف حال من فاعل يصلي. وسمي محل الصلاة محرابا لأن المصلي يحارب فيه الشيطان ويحارب فيه نفسه. نفسه بتقول له سيب المحراب وخش نام، سيب المحراب واقعد كل، سيب المحراب واقعد على النت، العب على الواتس، اتفرج على المسلسل، قابل واحد صاحبك، روح النادي. طول ما هو واقف في المحراب نفسه يقوم هو ايه يحاربها ويقول لا هنا احسن، او يجي له الشيطان يزين له اي حاجه ويفكره بحاجات كان ناسيها. فايه فسمي محراب لانه بيحارب ايه شيطانه ونفسه حتى تتم عبادته صحيحة. أن الله بكسر الهمزة، إن الله يبشرك بيحيى. إن الله بالكسر دي قراءة الشامي وحمزة، الشامي وحمزة يقولوا إيه؟ إن الله يبشرك إيه بيحيى، بكسر الهمزة بإدمار قائلين، وبفتحها عند باقي القراء أن الله يبشرك بيحيى. يبقى عندنا إن الله يبشرك بيحيى دي قراءة مين؟ الشامي وحمزة. وبقية القراء يقولوها أن الله بفتح الهمزة من غير إدمار وقرئ بهما. يبشرك بيحيى اسم أعجمي على صورة المنقول من مضارع حيا. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة، أي اذكر وقت قولها: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. سمي كلمة لأنه صدر عن كلمة كن فيكون من غير ذكر. وقوله منه إيماء إلى تعظيم عيسى وتفخيم شأنه كما ذكرنا قريبا. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وكل ما أورده منها شاهد في شطر الترجمة الأولى. يعني كل الآيات جاية في التبشير، وهو يقول لك الترجمة الإيه؟ والتهنئة بالخير. ما فيش بقى إيه؟ ما جابش حاجة تانية، عشان كده بيقول لك كل الآيات في شطر إيه؟ الترجمة، ما جابش إيه؟ الشطر التاني، فهمت؟ وأما الأحاديث فكثيرة جدا بكسر الجيم أي نهاية في الكسرة، وهي مشهورة في كتب الصحيح التي أصحها الصحيحان، منها عن أبي هريرة عن أبي إبراهيم، وعليه اقتصر المصنف في باب الصبر، ويقال فيه أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى، تقدمت ترجمته في الباب المذكور، وهو والده صحابيان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت أي عظيم. برضو قلنا التنوين هنا يدل على العظمة، يعني ببيت يعني عظيم. وقد جاء في مسلم بقصر في الجنة من قصب. الظرف الأخير محتمل للحالية لتخصيص النكرة بالظرف قبله وللوصفية لنكرته. لا صخب بفتح الصاء الصاد المهملة والخاء المعجمة وبالباء الموحدة فيه خبر لا، ولا نصبا وهو بالفتح فيهما، وكأن الرواية فيه كذلك، وإلا فيجوز فيه من الأوجه الخمسة ما يجوز فيه لا حول ولا قوة إلا بالله في الإعراب يعني. متفق عليه. رواه البخاري في فضل خديجة، ومسلم في الفضائل، ورواه النسائي في المناقب.
ستنا خديجة كانت ايه؟ كثيرة الاولاد، عندها اولاد كتير في البيت، والمرأة اللي ولادها كتير في البيت، البيت يبقى كله صخب وكله دوشة، وطول النهار تعلي صوتها معاهم، والعيال يعلوا صوتها، وده يعيط وده مش عارف كده. لكن ستنا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخلية له البيت كله هدوء، بالرغم ان هي عندها اولاد كتير، فربنا اداها مقابل دي مكافأة، يبقى ليها بيت في الجنة لا صخب فيه، كما كان بيت النبي لا تفعلي فيه الصخب، انا بقى قاعد اريحك في بيت من جنس ايه ما فعلتيه مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ ده من كمال امنا خديجة. يعني واحدة تخلف لها عيل واحد، الجيران سامعين صوتها طول النهار، وأخ عيل واحد. ستنا خديجة كان عندها اتنين من ايه؟ من ازواجها اللي قبل النبي، هند بن ابي هالة، واخد بالك ازاي؟ وايه؟ وكان عندها واحد تاني مش فاكر اسمه دلوقتي، مش حاضرني يعني. وبعدين جابت للنبي خمسة، يبقى عندها سبعة، سبعة بالبيت. فهمت بقى؟ تصور انت واحدة عندها سبع عيال في البيت، هتبقى ايه البيت بقى؟ حضانة يا عمي. فهمت؟ دوشة طول النهار. لا، ستنا خديجة بحكمتها وايه ورزانتها وحبها في النبي كانت تخلي له بيته كله هدوء. فهمت ازاي؟ عشان كده ربنا جاب لها بيت في الجنة لا صخب فيه. وكده مش كده وبس، وما اتعبتش النبي ابدا، وقال لها برضو ولا نصب، ومش هتعبك خالص يا خديجة، زي ما عملت مع النبي يديها. فهمت بقى؟ فالثواب من جنس العمل، الثواب ايه؟ من جنس العمل. رواه البخاري في فضل خديجة ومسلم في الفضائل، ورواه النسائي في المناقب. القصب بفتح القاف والصاد المهملة بعدها موحدة هنا، أي في هذا الحديث وما شباه، اللؤلؤ المجوف. زاد في النهاية الواسع كالقصر المنيف، والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف. وفي التوشيح للسيوطي في الطبراني عن فاطمة، قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال في بيت من قصب. قلت أمن هذا القصب؟ قال لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. والصخب بالصاد المهملة، وإبدالها سينا لغة، ممكن تقول صخب وسخب بالسين والصاد يعني. وبالخاء المعجمة المفتوحتين، الصياح واللغط، وهو مصدر صخب من باب تعب قاله في المصباح. والنصب مصدر نصب بفتح النون وكسر المهملة، نصب من التعب، ونفي التعب عن الجنة، ونفى التعب عن الجنة لأنها ليست دار تكليف وأعمال، وإنما هي منزل تشريف وإجلال. وعن أبي موسى الأشعري تقدمت ترجمته رضي الله عنه في باب الإخلاص، أنه توضأ في بيته، يحتمل أن يكون لإرادة الصلاة أو ليكون على طهارة، ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. الإشارة إليه للتعميم، أي لا أكتفي ببعضه عن باقيه، يعني اليوم كامل للنبي. فجاء المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وجه بفتح الواو وتشديد الجيم، أي توجه، كما سيأتي في الأصل، أي أو وجه نفسه. ها هنا قال فخرجت على أثره بفتح الهمزة والمثلثة، وممكن تقول إثره بكسر في سكون، أثره أو إثره، أي تبعته عن قرب. وجملة أسأل عنه حال، إما من فاعل فخرجت فتكون مترادفة، أو من الظرف فتكون متداخلة. حتى دخل بئر أريس، أي الحائط الذي هو فيه، الذي هي فيه، وسيأتي ضبطه في الأصل. فجلست عند الباب حتى، أي إلى أن قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته، أي حاجة الإنسان من البول أو الغائط، وتوضأ. فقمت إليه، أي متوجها إليه، فإذا فجائية هو مبتدأ خبره قد جلس على بئر أريس، وأظهر لزيادة البيان، وتوسط قفها
سيأتي ضبطه، ومعناه أي الركية التي تجعل على حول البئر، يعني السور كده اللي هو إيه يحاط بالبئر كده ويتعمل فيه حتة كده للجلوس عليها، يسموها الركية أو القف. وممكن تقول عليها الركية، الركية والركية تنفع الاثنين لغات. وكشف عن ساقيه، تثنية ساق وهي ما بين الركبة والقدم، وهي مؤنثة تصغيرها سويقة، قاله في المصباح. ودلاهما أي الساقين في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، المعطوف عليه محذوف، أي فسلم علي ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم. قال في فتح الباري، ظاهر أنه اختار ذلك وفعله من نفسه، وقد صرح به في رواية البخاري في الأدب، فزاد قوله ولم يأمرني بذلك. قال ابن التين فيه أن المرء يكون بوابا للإمام وإن لم يأمره، كذا قال. ووقع في رواية للبخاري في مناقب عثمان من طريق آخر، فقال يا أبا موسى املك علي الباب. أخرجه أبو عوانة في صحيح، والروياني في مسنده، وفي رواية الترمذي قال لي يا أبا موسى املك علي الباب فلا يدخلن علي أحد. فيجمع بينهما أنه لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بحفظ الباب عليه. وأما قول ولم يأمرني، يريد أنه لم يستمر بوابا، وإنما أمره بذلك قدر ما قضى حاجته وتوضأ، ثم استمر هو من قبل نفسه، فبطل استدلال ابن التين به. وجاء عند أبي داود عن نافع ابن عبد الخزاعي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة، فقال لبلال أمسك علي الباب، فجاء أبو بكر يستأذن، فذكر نحو حديث الباب. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، قال الحافظ فإن صح حمل على التعدد. قال ثم ظهر لي وهم من بعض رواته، وأن النسائي أخرج الحديث عن نافع عن أبي موسى وهو الصواب، فرجع الحديث إلى أبي موسى واتحدت القصة. يعني بعضهم روى عن بلال ورادوم وروى عن إيه أبي موسى، والراجح اللي روى عن بلال وهم، يعني إيه اختلط عليه الأسماء، لكن هي إيه من رواية أبي موسى. ولا ينافي هذا قول أنس لم يكن له بواب، لأن مراده لم يكن بواب مرتب لذلك على الدوام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، يحتمل أنه علم كون النبي صلى الله عليه وسلم ثمتها يعني هناك، إما بإخبار أبو موسى أو بإخبار سابق منه صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك أمرا اتفاقيا. فدفع الباب فقلت من هذا، فقال أبو بكر، أي أنا أبو بكر. ففي استحباب تصريح المستأذن باسمه إذا سئل منه تعيين نفسه. فقلت على رسلك، بكسر الراء وسكون السين المهملة، أي هينتك. ثم ذهبت، أي فوقفت ثم ذهبت. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، جملة مستأنفة أو حالية أو خبر بعد خبر. فقال إذن له وبشره بالجنة. تنطقها كده لما تبتدي بيها، مش تقول إئذن، لا تقول إذن، دي البداية. لكن لو تقول إئذن إمتى؟ لو وصلت. فقال أذن له، لو وصلنا فقال أذن له، فهمت؟ ده في الوصل. لكن في الوقف والابتداء تقول إذن له، إيتوني بكتاب إيه أو أثارة من علم، فهم؟ دي طريقة النطق السليمة يعني. فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأبي أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فيه حسن ثمرة لزوم الأدب. زاد البخاري في رواية فحمد الله، وكذا قال في حق عمر، قال فدخل أبو بكر وسار حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أشرف الجهات، معه في محل الحال من ضمير جلس وكذا في القف، ويحتمل أن أحدهما ظرف لغو في الكف. ودل ظرف لغو يعني زيادة، يعني إيه؟ يعني دخل القف وخلاص، كلمة لغو يعني يكون زائد. ودل أي أرخى رجليه في البئر
كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، كأنه فعل ذلك ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من تلك الجلسة المرتاح هو بها، إذ لو لم يفعل ذلك لربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه منها، فآثر بفعله ذلك ما هو من إسقاط الكلفة ما فيه راحة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لعل الإتيان بها لطول مقام أبي موسى ناظرا في فعل الصديق وما يقول وما يقال، ويحتمل أنه مستعار للفاء، أي فرجعت وجلست وقد تركت أخي. كان أبو رهم أبو بردة، قيل كان مكتوبة كده، أنا كان أبو رهم وأبو بردة، كان أبو رهم وأبو بردة، قيل وآخر اسمه محمد، وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر، يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان كناية عن المبهم من أعلام العقلاء، وقد تستعمل في غيرهم مجازا، ولذا قال يريد أخاه خيرا يأتي به، ليغنم التمتع بالحضور بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخلوة، ولعله أن يبشر بالجنة كما بشر من قبله. وفيها برضو حب الخير لأخيه كما يحب لنفسه. فإذا إنسان يحرك الباب على سبيل الاستئذان وفي حسن الأدب في الاستئذان. وأما قول ابن التين لعله كان قبل الاستئذان، فقال الحافظ في الفتح إنه بعيد، لأنه جاء في رواية البخاري عن أبي موسى بلفظ فجاء رجل يستأذن، فعرف أنه حركة مستأذن لا دافع ليدخل بغير إذن. يعني حرك الباب، مش بيدفعه عشان يدخل، ده مجرد بس حركه كده عشان يعلم اللي داخل من جوه ان في واحد بره، يبقى حركة استئذان وليست حركة اندفاع للدخول. فهمت؟ لو بعيد هنا بمعنى ما حصلش. ايه؟ بعيد ايه؟ بمعنى ما حصلش. ايوه. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فيه أنه إذا كان لا يحصل بيان للمستأذن إلا بالزيادة على اسمه ذكر ما يحصل به رفع الإبهام. يعني ما ينفعش ما حد يقولك من هذا تقول أنا، إيه أنا دي؟ فاهم؟ قول اسمك. فاهم؟ فقلت على، وبعدين ما تبقى اسمك محمد تقول له محمد، طب ما في مليون واحد اسمه محمد، فلازم تقول اسمك كامل بقى، لو محمد تقول اسمك كامل عشان تشيل الابهام. يعني انا كنت في الكليه كان عندنا سيكشن كامل اسمه محمدات، كل السيكشن اسمه محمد. لما جمعوا كانت دفعتي حوالي 1200 طالب في كليه الطب لما دخلت، ما كانش في كليه طب كتيره، ما كانش في الا طب الازهر وطب الدمرداش واللي هو عين شمس وطب القاهره بس، فبيجوا من جميع انحاء الجمهوريه في 3 كليات بس، فكانت الدفعه بيبقى عددها كبير. ما كانش لسه بقى اتعمل طب الزقازيق، اتعمل يمكن ايه بعدها بكام سنه كده. فالمهم فايه، فكان اللي اسمهم محمدات جمعوهم طلعوا قرب الحقيقه ال 200، 200 واحد في الدفعه اسمهم محمد. فانا كنت ايه استظرف عليهم وادخل بتاع يا محمد، كلهم يبصوا. فيبقى ايه لو اسمك محمد ما تقولش محمد ساكت، تقول محمد فلان علشان يتميز نفسك عن غيرك، لأن محمد اسم منتشر. فقلت من هذا؟ فقال عمر. فقلت على رسلك، متعلق بمحذوف دل عليه الحال، أي قف حال كونك على هينتك. ثم جئت، عبر به بدل قوله أولا، ذهبت تفننا في التعبير. يعني مرة قال ذهبت إلى رسول الله، ومرة قال هنا جئت، بيفنن في التعبير. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت هذا عمر، استغنى عن نسبته لعلمه بما يدل على تعيينه عند المصطفى بمجرد ذكر اسمه من قرائن الأحوال التي منها وجود قرينه هو الصديق، لأن برضه في عمر كتير في الصحابة. قال له عمر ساكت، لأن عمر هنا هو ده أشهرهم، واشهرهم اللي بيبقى مع ابو بكر باستمرار، فقال له عمر يعني عمر بن الخطاب، لانه مشهور بايه؟ بهذا. يستاذن فقال اذا له وبشروا بالجنه، مبادره لادخال السرور عليه، والا فذلك حاصل من تاخيره وتبشيره صلى الله عليه وسلم. وفيه قبول خبر الواحد،
وفي جواز العمل بالظن مع القدرة على اليقين. فجئت عمر أظهر والمقام للضمير، ما قالش فجئته، قال فجئت عمر أظهر والمقام للضمير، ولعله استلزازا بذكره محبتي له. فقلت أذن بالبناء للفاعل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. مع أبو بكر قال له إيه؟ ورسول الله يبشرك بالجنة. ومع عمر قال له ويبشرك رسول الله بالجنة. يعني مع أبي بكر جاب جملة اسمية، ومع سيدنا عمر جاب جملة فعلية. فرق كبير بين الجملة الاسمية والفعلية لتفاوت المقامات، لأن أبو بكر أفضل، فكلم أبو بكر بالاسمية، وعمر إيه؟ يعني في مرتبة بعد سيدنا إيه؟ أبي بكر، فكلمه بالفعلية. خد بالك إن الصحابة عندهم دقة في اللغة، حتى كلامهم يبين مراتب المخاطب، فهمت؟ فتاخد بالك من لطائف اللغة دي. يعني مع سيدنا أبو بكر قال له ورسول الله يبشرك بالجنة، دي جملة اسمية بدأها بالاسم مش كده؟ لكن مع سيدنا عمر قال له ويبشرك رسول الله بالجنة، جاب جملة فعلية. فهمت الفرق؟ دقائق لغوية لطيفة يعرفك الصحابة فصحاء. يعني لعل حكمة العدول مع ما فيه من التفنن في التعبير الإشارة إلى علو مقام الأول، لأن الجملة الإسمية المخبر عنها بالفعلية تدل على الدوام والاستمرار نظرا لصدرها، وعلى التجدد والحدوث نظرا لعجزها. والجملة الفعلية المحضة لا دلالة فيها على الدوام والاستمرار، فناسب علو مقام الصديق على مقام عمر رضي الله عنهما أن تكون البشارة للصديق بجملة أبلغ من البشارة لعمر، والله أعلم. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره بفتح التحتية وتخفيف السين، أي شماله، ودلى رجليه، عبر بهما بدل ساقيه تفننا في التعبير، لأن تدلية كل من الأمرين مستلزم لتدلية الآخر. في البئر ثم رجعت فجلست، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب مستأذنا، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أبدل العاطف ففي الأولين ثم، وهنا الواو تاني قال ثم جئت، هنا قال وجئت، وعمل الفعل. ففي الأوليين جاء بي قاصرا بمعنى حضرت، وفي الأخيرة متعديا بمعنى أتيت. وحكاية إخباري ففي الأولين بين تفصيل ما وقع، وفي الثالث أجمل، وكل ذلك من بلاغته وتفننه في التعبير. فقال إذا له، جاء في رواية البخاري فسكت هنيها، ثم قال إذا له وبشره بالجنة مع بلوى، هي اسم مصدر كالبلية والبلاء، قالوا في المصباح تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. زاد في رواية البخاري فحمد الله ثم قال الله المستعان. وفي رواية عند أحمد فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس. ووقع في رواية فدخل وهو يحمد الله ويقول اللهم صبرا، فدخل فوجد القفة قد ملئ، فجلس وجاههم بضم الواو وكسرها، وتبدل تاء يعني تجاههم جوازا، فيقال تجاه أي في محل مواجهتهم. وعند البخاري في باب مناقب عثمان وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب من الشق الآخر من البئر المقابل لقفها. زاد في البخاري قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. قال الحافظ فيه وقوع التأويل في اليقظة، وهو الذي يسمى الفراسة، والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن وانفراد عثمان عنهم في البقيع. وجاء في رواية أخرى قال فأولت ذلك انتباذ قبره من قبورهم، متفق عليه. أخرجه البخاري في الفضائل وفي الفتن.
ومسلم في الفضائل، وأخرجه الترمذي في المناقب، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي، وزاد أبو موسى في رواية عند البخاري في باب مناقب عثمان: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وتقدم أن عنده أيضا فقال: يا أبا موسى املك علي الباب. وتقدم الجمع بين ما ورد في ذلك من الروايات، وأنه ليس من مختلف الحديث كما توهمه الداودي فيما نقله عنه ابن التين. قال الحافظ: وكأنه خفي علي وجه الجمع الذي قررته. وفيها أي تلك الرواية، وظاهر أن ذلك في المذكورة في باب فضل عثمان، والذي رأيت أنها في رواية أخرى مذكورة في باب مناقب عمر، وليس فيها أنه أمر بحفظ الباب، أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. ونقف عند هذا الحد. في زيادة بقى هنا نكمل بس الحديث، وقوله وجه بفتح الواوي، وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقول بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه، والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر، قوله على رسلك بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي أرفق. نقرأ الشرح الجزء ده. وقول وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، مثل قدم بمعنى تقدم في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا أحد وجهين، فيكون الفعل قاصرا. وتقدم وجه آخر، وقول بئر بالهمز، ويجوز تخفيفها تقول بير، بير أريس، احنا نقول بير برضو المصريين، أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنى من تحت ساكنة ثم سين مهملة. قال في فتح الباري: هو بستان معروف بالقرب من قبة. وفي بئرها سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من إصبع عثمان، وهو مصروف بإرادة المكان، ومنهم أي النحاة من منع صرفه على إرادة البقعة. وظاهر كلامه أن الصرف المتفق عليه وأن المنع منه للبعض، لكن عبارة الحافظ في الفتح يجوز فيهما الصرف وعدمه، تقتضي تساوي الوجهين. يعني تقول أريس أريسة أو أريس، تنون ولا ما تنونش، وجهين ويجوز الاثنين. والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر، قال في الفتح: هو الركية التي حول البئر، وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع، والجمع قاف، يبقى الركية والركية تنفع الاثنين، بس المشهور الركية أكثر. قوله أي أبي موسى لكل من المستأذنين: على رسلك بكسر الراء على المشهور، وعلي اقتصر في النهاية ونقله عن الجوهري، وقيل بفتحها أي أرفق، أي إن أريد به أرفق بنفسك، إن أريد به أرفق بنفسك، فيكون بفتح إيه الراء. أي بمعنى التؤدة والهينة، فهو بالكسر وهو المشهور، وقد ذكر كذلك في المطالع، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.